اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من صحافه الغد بنتابع فيها بالقراءه والتحليل اهم الاخبار والعناوين والقضايا التي تهم المواطنين. البدايه بابرز العناوين. من الاهرام الرئيس السيسي يوجه بمواصله تنفيذ الخطط التنمويه بالوادي الجديد واستغلال الفرص الاستثماريه المتاحه. من الشروق مدبولي ونظيره الأردني يؤكدان الحرص على تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة. من اليوم السابع التنمية المحلية 769 موقع ب20 محافظة لتنفيذ مبادرة عربات الطعام المتنقلة. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في محافظة الوادي الجديد لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع سيادته اليوم مع اللواء محمد الظملوط محافظ الوادي الجديد لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية بالمحافظة. وخلال اللقاء عبر محافظ الوادي الجديد وعرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بالوادي الجديد، فضلا عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذا التنسيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعة النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة. استعرض المحافظ ايضا تطورات انشاء المجمع الحكومي النموذجي المتكامل والمميكن بالمحافظه، والذي يضم كافه المقرات الفرعيه للاجهزه والمصالح الحكوميه الخدميه، الى جانب عرض الموقف التنفيذي لشبكه الطرق والمحاور بالمحافظه. أيضا معنا عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الأردنية الدكتور بشر الخصونة لقاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم عقب مشاركتهما في اجتماع التعاون الثلاثي الأردني الإماراتي المصري للتكامل الذي تم إطلاقه اليوم. وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الأردنية، أكد الجانبان خلال اللقاء على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر والأردن والتي تستمد زخم من الروابط الأخوية والعلاقات المتميزة التي تجمع الرئيسين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني. أكد مدبولي والخصاونة حرص حكومتي البلدين على تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والتجارية وتذليل أي عقبات قد تعترض مسيرة التعاون خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. للمزيد بينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ عبد اللطيف وهبه نائب رئيس تحرير الاهالي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. استاذ عبد اللطيف تحياتي، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. ملامح البيان الصادر عن التعاون المصري الاماراتي كيف تراه؟ التعاون المصري الاردني. يعني في الحقيقه زي ما حضرتك ذكرت هناك علاقات وثيقه ولقاءات دائمه ومستمره بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني. بالاضافه الى ذلك اتفاقيات سابقه ايضا فيما يتعلق بزياده اليات التبادل التجاري بين مصر والاردن والتكامل في العديد من المشروعات، خاصة زي ما حضرتك عارف ان الأردن بالنسبة للثروات المعدنية ضعيفة هناك، وبالتالي مصر يعني تقدم للأردن احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ايضا الربط الكهربائي بين مصر والأردن، بالإضافة لأن هناك مجموعة من الاستثمارات المشتركة سواء استثمارات مصرية في الأردن وكذلك استثمارات أردنية في مصر. اليوم هو يعني تأكيد على هذا التعاون وزيادة معدلات الأداء فيما يتعلق بكافة المشروعات اللي هي الاستثمارية والصناعية خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن قامت الإمارات مثلا على سبيل المثال أو صندوق أو شركة أبوظبي القابضة بتخصيص 10 مليار دولار
كاستثمارات إماراتية في كل من مصر والأردن. في الحقيقة هناك تأكيد على ضرورة استغلال الأحداث الأخيرة في تنفيذ العديد من المشروعات، ليست التنموية أو الخدمية فقط، ولكن المشروعات التي تقي هذه الدول من مخاطر الأسعار العالمية. على سبيل المثال يعني سلطان الجابر وزير الصناعة الإماراتي أكد أن هناك اتجاه لزيادة حجم إنتاج القمح والذرة أو الحبوب من 16.5 مليون طن سنويا في الدول الثلاثة مجتمعة إلى 35 مليون طن خلال السنوات القادمة. أعتقد دي من الأمور الهامة، ده بالإضافة إلى استثمارات إماراتية في عدد من المشروعات والقطاعات في مصر في مجال البتروكيماويات، ودي صناعة البتروكيماويات كاستثمار وكصناعة بتخدم العديد من الصناعات الأخرى زي مثلا الغزل والنسيج وخلافه. فأعتقد أن اليوم الدول الثلاثة وضعوا حجر الأساس فيما يتعلق بتكتل مصغر لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية. أنا بشكرك جدا الأستاذ عبد اللطيف وهبة نائب رئيس تحرير الأهالي، شكرا جزيلا. أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه يتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لمتابعة فعاليات مبادرة تصميم وتنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة إيجي تريك والتي أطلقتها الوزارتان بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال. وأشار شعراوي في بيان اليوم أنه تم التنسيق مع المحافظات وتم توفير عدد 769 موقع على مستوى 20 محافظة تصلح لإقامة سيارات طعام بها ولا تعوق المرور، موضحا أنه تقدم 1327 مواطن بطلبات الترخيص وتم إصدار 243 رخصة لسيارات الطعام وتم التنسيق بشأنها مع إدارة المرور وهيئة سلامة الغذاء وجاري إصدار باقي التراخيص. أيضا من ضمن الأخبار معنا من جريدة الجمهورية، وزير التموين اتخذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن توريد القمح المحلي. أصدر الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 10 لسنة 2022 يتضمن تشكيل لجان مشتركة من مديري الإدارات التموينية بالمحافظة ومديري التعاون الزراعي بالإدارة أو بالإدارات الزراعية ومديري الإدارات الزراعية بكل محافظة وعضوية مباحث التموين لفحص وحصر الأراضي التي تم حصتها ولم تورد القمح المحلي إلى مراكز الاستلام والتجميع بحد أدنى 12 أردب للفدان، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها. وشمل قرار الوزير قيام اللجان حصر المساحات المزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التي تم حصتها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه. وتضمن القرار تحديد المساحات التي يتم حصتها حتى يتم متابعة عملية الحصاد والتوريد أولا بأول والوقوف على ما تم توريده فعليا واتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود أي مخالفات. وأشار القرار إلى أنه في حال امتلاء الساعات التخزينية للمواقع التابعة للجهات المسوقة المعنية عدا وجود كميات من الأقماح المحلية مطلوب توريدها يسمح لمديريات التموين بزيادة السعة التخزينية في حدود 20% مع إخطار الوزارة بذلك. آخر الأخبار، الوفد إطلاق مبادرة إحلال السيارات بالمدينة الخضراء شرم الشيخ خلال أيام.
أكد الدكتور محمد معيد وزير المالية أن هناك تكليفا رئاسيا بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وتستهدف زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة في الموازنات إلى 50% من الاثمارات العامة على نحو يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، بما يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل. وأكد الوزير أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات التي مر عليها أو على صنعها ما يقرب من 20 عاما فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بالمدينة الخضراء شرم الشيخ، بما يتسق مع جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، حيث سيتم توفير سيارات انتقال صديقة للبيئة خلال انعقاد قمة المناخ، ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر لعام 2030. كده مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الحلقة من صحافة الغد، بكرة أخبار جديدة وفريق عمل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.